السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا كاميرا جديدة، هي بالرويد باربي. مثل ما تشوفون الكاميرا فيها ألوان جدا جميلة ومميزة، بنفسجي هنا ورا ووردي وأخضر، وهني نفس الشيء. هاي مقدمته، الألوان جدا حلوة ومميزة يعني. من داخل فيها ورود وباربي طبعا العلامة التجارية، واتي ويا الكاميرا استكارات تروم تحطون هني ورود زيادة. وجي هني مكان الفيلم بهالكاميرا. هالكاميرا سووها سنة 1999 وهي ليميتد اديشن، وسووها بهالالوان عشان تجذب الصغار، لان شركة بالرويد كانت تبغى تجذب اكبر عدد من الناس، فسوت هالكاميرا عشان تحفز الصغار ان يصورون. هاي الكاميرا كاملة بلاستيك، كاملة كاملة كاملة، يعني كل أجزاءها بلاستيك. وفيها فلاش، ها فلاش بلتن روح أي. وفيها 116 سنجل إليمنت بلاستيك لينس، هذا هو، وفيكست فوكس، هي فيكست فوكس. ومثل ما تشوفون هني فيها من 4 فيت ل ليميتد، سوري انليميتد، من 4 فيت ل انليميتد، و 1.2 متر ل انليميتد. وهني لما نسوي شي لا تلاحظون في شاشة ثانية طلعت نفس عدسة. ها هو الماكرو، هذا من 2-4 فيت او من 0.6-1.2 متر. ها هو. طبعا مثل ما قلنا عن الفوكس، طبعا هني في هالكاميرات الفوكس تقريبا المفروض يكون دقيق، ولازم تسوونه مانيوالي، يعني لازم تجي من النظر تشوفون كم المسافة بينكم وبين الأوبجكت اللي تبون تصورونه، عشان تعرفون إذا أنتوا على فوكس ولا ما فوكس، لأن إذا خربتوا شوي في القياسات خلوا ال unlimited أو ال شو اسمه. أما إذا مثلا تحت الأربعة، فيت مثل ما قلنا هني، هي تحت الأربعة فيت بتكون الكاميرا unfocused، سو بتكون شي مغبشة، فلازم نركز في هالنوع من الكاميرات حسب ما يخترب كواليتي الصورة. وهالكاميرا فيها أوتو سبيد شتر سيستم من 1/3 لواحد على 200 في سكند، والأبريتشر فروم اف 14 to f 45. وهاي هي كاميرتنا اليوم، اتمنى انها نالت اعجابكم. صراحة الكاميرا بالنسبة لي جدا مميزة، هني شوي فيها دمج بسيط، اما الكاميرا جدا نظيفة بنظري. لقيتها من شريتها من تايلاند، لقيتها بسعر يعني جيد، مو ببالغ به ولا رخيصة، والحمد لله توفقت بها. فتلاحظون هني الاستكار موجود، الاستكار مع الباربي موجود، هني موجود، فيعني تقريبا الكاميرا شبه جديدة ونظيفة ما شاء الله وايد. وما بكذب عليكم، صح انها هي باربي وشي يعني، فالمفروض يعني ما اكون متحمس لها وايد، بس هي يعني شوي رير.
الكاميرا وما تلاقونها في كل مكان، فتميت ابحث عنها يعني وايد وحصلتها، لان ما حصلتها في امريكا، ما قدرت احصلها في امريكا، والحمد لله حصلتها في تايلاند وبسعر زين. ومشكورين وايد، اذا عندكم اي استفسار خبروني، وشكرا.